بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة دي هنتكلم عن الروبي كلاسز، هنشوف ازاي ممكن الكلاسز تتكتب في الروبي وازاي اعمل اوبجكتس من كلاس معينة. عشان اعرف كلاس بتكتب كلاس اسم الكلاس، كلاس سونج مثلا، كده انا عرفت كلاس اسمها سونج، وطبعا بقفل الكلاس باند، كده انا عرفت كلاس اسمها سونج. والكونفنشن في الروبي ان اسماء الكلاسز المفروض تبقى كامل كيس، اول حرف فيها يبقى كابيتال، وزي ما قلنا قبل كده ان الروبي كيس سنسيتيف، فلازم كلاس دي تبقى سمول زي ما هي كده، زي ما ديف لازم تبقى ديف سمول. طيب عشان اعمل اوبجكت من كلاس سونج بعمل ايه؟ هقول له اس ايكوال سونج دوت نيو، اسم الكلاس دوت نيو هيعمل اوبجكت من الكلاس ديت. لو عملت برنت لاس دوت انسبكت، وزي ما قلنا قبل كده في الحلقه فاتت ان انسبكت ديت دي ميثود جوه اي اوبجكت في الروبي بتضمب او بتبرنت لي الاوبجكت دوت، لو رنيت هيطبع لي اوبجكت من كلاس سونج. طيب كده انا عملت كلاس، الكلاس دي فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش لا ميثودز ولا فيها اتريبيوتس ولا فيها اي حاجه. طيب تعال نشوف واحده واحده. لو انا عايز اعمل كونستراكتور في الكلاس بتاعتي، في لانجوجز مثلا زي الجافا، عشان كنت تعمل كونستراكتور كنت بتعمل بتعرف ميثود بنفس اسم الكلاس، لكن في الروبي مش كده. في الروبي بتعرف ميثود اسمها انيشاليز. انيشاليز دي هي الكونستراكتور بتاعك، يبقى علشان تعمل كونستراكتور في الروبي بتعرف ميثود اسمها انيشاليز. يبقى انت لو شفت اي ميثود اسمها انيشاليز في اي كلاس تعرف ان دي الكونستراكتور بتاعت الكلاس. طيب كده انا عملت كونستراكتور، ممكن جوه الكونستراكتور دوت اعمل اي حاجه. كان غالبا في الكونستراكتورز بتستخدم ان انت بتانيشاليز انيشال فاليوز للاتريبيوتس اللي موجوده في الكلاس بتاعتك. فمثلا لو انا عايز كلاس سونج دي في الكونستراكتور بتاعي ابعت لها اسم السونج، ماي سونج مثلا، ده اسم او تايتل بتاع السونج، ومدتها قد ايه مثلا، ولتكن 100 ثانيه، و مين الارتست اللي بيغني السونج. فمثلا هكتب هنا ماي ارتست. اوكي يبقى انا كده عملت اوبجكت من نوع سونج، والكونستراكتور بعت له اسم الاغنيه ومدتها واسم المغني. طيب يبقى انا محتاج هنا الكونستراكتور بتاعي يكون بياخد ثلاثه بارامترز، النيم بتاع السونج والديوريشن والارتست. طيب يبقى الكونستراكتور بتاعي هيعمل ايه؟ زي ما اتعود في اي لانجوج تانيه، يبقى هيست الانيشال فاليوز بتاعت الاتريبيوتس اللي عندي اللي اسمها نيم مثلا، يبقى ني ات نيم ايكوال نيم. ايه ات نيم ديت؟ ات نيم دي يعني الاتريبيوت، ات لما تشوف ات قبل اسم الفاريبل يبقى ده اتريبيوت جوه الكلاس، يبقى ده اتريبيوت جوه الكلاس، او بيسموه انستنس فاريبل. طيب at duration يبقى ده كده set الاتريبيوت اللي اسمه duration الفاليو بتاعته بالduration اللي مبعوته في البارامترز. طيب ولو قلت له at artist يبقى set الاتريبيوت اللي في الكلاس اللي اسمه artist بالartist اللي مبعوت في الكونستراكتور. طيب لو كده جربنا نعمل run البروجرام، عمل ايه؟ عمل object من نوع song وبعت للكونستراكتور البارامترز دي، الكونستراكتور دخل اتنفذ ست الاتريبيوتس، وبعد كده لما عملت برنت لاس دوت انسبكت طلع لي الاوبجكت ومعاه ثلاثه اتريبيوتس، النيم والديوريشن والارتست، وكل واحده فيها مسدوده بالحاجات اللي كانت مبعوته في الكونستراكتور. طيب يبقى احنا لحد دلوقتي شفنا ازاي نعمل كلاس، ازاي نعمل اوبجكت من الكلاس، وازاي ممكن اعمل كونستراكتور للكلاس. طيب كده انا لحد دلوقتي معايا اوبجكت اسمه اس من كلاس سونج، وديت الاتريبيوتس اللي موجوده فيه. طب لو عايز اقرا ديوريشن، او عايز اقرا النيم، او عايز اقرا ارتست، عايز اقرا اي اتريبيوت من الاتريبيوتس دي، ممكن اعمل ايه؟ هاجي اعمل مثلا بوتس لاس دوت نيم، عايز اطبع قيمه الاتريبيوت اللي اسمه نيم جوه الاوبجكت اس. لو رنيت هيتلاقي في ايرور طلع لك بيقول لك undefined method name for الاوبجكت سونج. طيب والسطر ده والايرور ده موجود في انهي سطر؟ في سطر 14. في سطر 14 اهو الاكسبشن او الايرور اترمى في السطر ده، مش لاقي حاجه اسمها نيم. الحقيقه ان الاتريبيوتس اللي اتعملت ديت هي برايفت اتريبيوتس، ما ينفعش تاكسسها من بره. طيب في اللانجوج الثانيه علشان كنت تاكسس حاجه زي كده اتريبيوت ده من بره كنت تعمل ايه؟ كنت لازم
تعمله يا اما public يا اما بتعمله getters و setters. تمام؟ طيب تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل getters و setters في الروبي. عشان اعمل getter للنيم هعرف ميثود اسمها نيم. كده انا عرفت ميثود اسمها نيم جوه كلاس، جوه كلاس سونج. طيب نيم دي هتعمل ايه؟ هتريترن الاتريبيوت، الفاليو بتاعت الاتريبيوت نيم. يبقى انا لما هاجي اقول له اس دوت نيم، اس دوت نيم دي هتنادي الميثود اللي اسمها نيم دي اللي موجوده جوه كلاس سونج، هتقوم تريترن الفاليو بتاعت ات نيم. طيب تعالوا نرن، فعلا طبعت لي اسم السونج. يبقى علشان اعمل جيتر بعمل ديف وبعمل ميثود يعني باسم الجيتر اللي انا عايز اعمله. كان ممكن يبقى اسمها جيت نيم، جيت نيم كده، وساعتها لما كنت هستخدمها تحت يبقى لازم اقول له اس دوت جيت اندرسكور اندرسكور نيم. فدي ساعتها هتنادي الميثود اللي اسمها جيت نيم وهترجع الفاليو بتاعت الاتريبيوت نيم. لو رنينا هيرجع لي فعلا الفاليو. بس الكونفنشن في الروبي ان احنا الجيترز بيبقى اسمها باسم الاتريبيوت على طول، ما بنكتبش جيت. فا اس دوت نيم ترجع لي على طول اسم السونج دي. طيب وبرده في الروبي مش لازم تكتب ريتيرن زي ما قلنا قبل كده في حلقه فاتت، ان الميثود باي ديفولت بترجع اخر سطر اتعمل له ايفالويشن، فكده دي هترجع ان النيم ات نيم برده هتبقى شغاله. تمام. طيب لو عايز اسيت الفاليو بتاعت النيم، عايز اقول له مثلا اس دوت نيم اغير الفاليو بتاعت النيم، اقول له مثلا نيو نيم، عايز اغير فاليو بتاعت النيم بتاعت السونج ديت الاوبجكت ده، لو رنيت هيطلع لك برده اكسبشن يقول لك undefined method name equal. هو مش شايف حاجه اسمها name equal. ليه؟ لان احنا عملنا جيتر ما عملناش لسه السيتر. طب ازاي نعمل سيتر؟ بتعرف برده ميثود اسمها name equal ودي بتاخد الفاليو v مثلا، وهنا بتقوم انت بتسيت الفاليو بتاعت الاتريبيوت نيم ايكوال في. فكده لما هقول له اس دوت نيم ايكوال كذا هيخش ويسيت الفاليو بتاعت النيم بالحاجه اللي انا بعتها اللي هي مين؟ اللي هي نيو نيم. فالسيتر بتقول له اسم الاتريبيوت ايكوال كذا، يبقى كانت عملت بتعرف ميثود بالاسم ده، يبقى دي كده سيتر. لو جينا بعد كده عملنا برينتنج للاس دوت انسبكت للاوبجكت بتاعي ورنيت، هتلاقي فعلا النيم اتغيرت بقت نيو نيم. يبقى عشان اعمل سيتر بعرف ميثود باسم الاتريبيوت ايكوال كذا، وهي كده بس بناديها عادي كاني بنادي اي سيتر. طيب يبقى دي كانت ان انا اعمل جيترز واعمل سيترز. طيب هل بقى تفتكر ان انت لو مثلا عندك ثلاثة اتريبيوت زي دولت هتعمل جيتر وسيتر لكل واحد فيهم؟ الروبي قالت لك برضو كالعادة ان ده مش هو ده العادي كبني ادم، انت المفروض يعني اكيد ان انت بقى اسهل من كده، مش تقعد تكتب كل شوية جيترز وسيترز. قال لك طب نعمل ايه؟ قال لك والله انت لو عايز تعمل جيتر بتقوم معرف ميثود اسمها اتريبيوت ريدر وتقول له اسم الاتريبيوت، هتقول له اتريبيوت ريدر اسم الاتريبيوت، كده هو هيعمل لك جيتر للنيم. فدلوقتي ممكن نشيل الجيتر اللي كنا عاملينها ونرن البروجرام، هيشتغل عادي من غير ما يرمي اكسبشنز وطبع لي النيم. طب لو عايز تعمل سيتر هتقول له اتريبيوت رايتر للنيم، وساعتها ممكن تشيل السيتر ده وترن، هتلاقيه شغال معاك عادي. طيب عايز اعمل جيتر للنيم وللديوريشن، يبقى هتقول له نيم كوما duration. اوكي okay. عايز اعمل سيتر للنيم وللارتست يبقى كوما ارتست. كده انا عملت جيتر للنيم وللديوريشن وعملت سيتر للنيم والارتست. كويس. طيب قال لك النيم احنا في حالتنا كان الديوريشن عايزين نعمله ريدر بس او جيتر بس، والارتست عايزين نعمله سيتر بس، والنيم عايزين نعمله جيتر وسيتر. هل في حل احسن بدل ما اكتب النيم هنا واكتب هنا؟ قال لك ممكن تكتب اتريبيوت اكسسور. اكسسور يعني ايه؟ يعني انا عايز اكسس الاتريبيوت دوت سواء اقرا منه او اكتب فيه، واقول له اسم الاتريبيوت نيم. ده كده هيعمل ايه؟ طبعا نشيل بقى النيم دي والنيم دي
ده كده عمل لي جيتر وستر، عمل الاثنين للنيم. لو رنينا مفيش اي ايرورز طلعت. يبقى اتريبيوت ريدر بيعمل جيتر، اتريبيوت رايتر بيعمل ستر، اتريبيوت اكسسور بيعمل جيتر وستر. ده بدل ما كنت بتروح تكتب الجيترز والسترز بايديك. طيب لو عايز اعمل ميثود فانكشن، الفانكشن دي بترجع لي اسم الاغنيه كوما اسم الارتست بتاعها. يعني عايز مثلا في حالتي تكتب لي ماي سونج كوما ماي ارتست، ساعتها ممكن تيجي تعمل هنا فانكشن تقول لها مثلا فول نيم، انا عايز حاجه ترجع لي الفول نيم بتاع الاغنيه ديت. الفول نيم ده هتريترن فيه مثلا النيم كوما الارتست. كده هترجع لي سترينج، السترينج دي فيها اسم الاغنيه كوما اسم الارتست. لو جيت انا هنا عملت print لاس دوت فول نيم رنيت، هترجع لي اسم الاغنيه كوما اسم الارتست. وطبعا الريتيرن دي ممكن ما تتكتبش عشان ده اخر سطر في الميثود، فهيرجع لي برضو اسم الاغنيه كوما اسم الارتست. طيب يبقى انا كمان ممكن اعمل ميثودز جوه الكلاس. الحقيقه ان دي بيسموها فيرتشوال اتريبيوتس، الميثود دي بيسموها فيرتشوال اتريبيوت. ليه فيرتشوال اتريبيوت؟ لان ده كاني عمل اتريبيوت اسمه فول نيم، بس هو مش اتريبيوت في الحقيقه في الكلاس، هو فيرتشوال يعني كانه اتريبيوت موجود في الكلاس. طيب لو عايز مثلا اعمل ميثود بتاخد الديوريشن ان مينيتس، يعني انا هنا لما قلت له 100 دي اقصد بيها 100 سكند. انا عايز حد، عايز اعمل ميثود الميثود دي ترجع لي الديوريشن ان مينيتس، فلو اديت له 100 ترجع لي 1.44 على 60 يعني، او 1.6666. طيب هعمل ايه؟ هقول له ديف ديوريشن ان مينيتس، هتعمل ايه؟ هتريترن ال duration مقسومة على 60. اوكي طيب دلوقتي لو جيت ناديت عملت print ل s dot duration in minutes ورنيت هترجع لي 1.6667، كأني في attribute اسمه duration in minutes، بس الحقيقة هو مش كده، هو virtual method او virtual attribute. طب لو عايز برضو اسيت الديوريشن، اعمل ستر للديوريشن، بس الستر ده بياخد values in minutes، انا يهمني الديوريشن في الاخر الاتريبيوت يكون متسيف in seconds، يعني ده اللي انا معتمد عليه زي ما انا بعت ال 100. انا عايز اعمل ستر duration in minutes equal value مثلا، ده يعمل ايه؟ ده يسيت الفاليو بتاعت الديوريشن، بس لما ابعت له 1.5 يسيبه كانه 90. يبقى هيعمل ايه؟ هيقول له duration equal value في 60. اوكي طيب فكده انا لو جيت هنا قلت s dot duration in minutes equal مثلا، قلت له انت بتساوي دقيقة ونص، ماشي. المفروض لما هعمل كده هينادي السيتر ده او ينادي الفيرشوال ميثود ديت او الفيرشوال اتريبيوت ديت، يبعت لها الواحد ونص، فياخد الواحد ونص يضربه في 60 يخلي الدوريشن ب 90 سكند. لما اجي بعد كده ابرنت اس دوت انسبكت المفروض الاقي ان الدوريشن بقت ب 90، وفعلا ده اللي حصل، طبع لي الدوريشن ب 90. عشان كده دول اسمهم virtual attributes او virtual methods. هما في الحقيقه duration in minute ده مش attribute موجود في الكلاس، لكن هي method بتست attribute تاني فبيسموها virtual attribute. كويس يبقى في الحلقه دي شفنا ازاي ان انا ممكن اعمل class في الروبي، شفنا الكونستراكتور، شفنا في حاجه اسمها attributes ودي بتحط قبل منها at،
مش محتاج بقى ان انت تعرف الاتريبيوتس بتاعتك فوق زي ما كنت بتعرفهم في اللغات التانية، تقول له مثلا private int كذا او private string كذا، لا انت مجرد ما بتقول له add كذا على طول هو اتست كده الاتريبيوت. الكونستراكتور عمل initialization للفاليوز بتاعت الاتريبيوتس. شفنا ازاي ممكن نعمل جيترز وسيترز، وبدل ما كنت بتكتب الجيترز وسيترز بايديك بقيت تستخدم الاتريبيوت ريدر والاتريبيوت رايتر. ولو عايز تعمل ريدر ورايتر يعني جيتر وسيتر بتستخدم اتريبيوت اكسسور. وشفنا في حاجه اسمها فيرتشوال اتريبيوتس، دي ميثودز عاديه جدا بتتنادى على اوبجكتس من الكلاس دي، ممكن كانها جيتر او كانها سيتر.